بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا معكم أخوكم أبو علاء السندي من قناة مجتمع باكستان، حياكم الله وبياكم. طبعا اليوم اجينا عند الأخ سيف الجيلاني، راح أعرفكم عليه إن شاء الله وراح أنقل لكم المايك. طبعا أخونا هذا ما شاء الله تبارك الله جاي من منطقة قلقت من شمال باكستان، طبعا راح يعطيكم التفاصيل عن قلقت وإيش عن المناطق السياحة اللي موجودة، فإن شاء الله راح تستفيدون منها بإذن الله تعالى. وأي أي شخص حاب إنه يجي منطقة السياحة في منطقة قلقت راح أعرفكم الأخ إن شاء الله، فنلتقي بإذن الله تعالى. حياك الله أخوي الكريم، عرفنا باسمك الكريم أول شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم سيف الله الجيلاني من منطقة قلقت باكستان شمال باكستان. حياك الله يا أبو علاء. الله يجزيك إن شاء الله، يا هلا ومرحبا، شرفتنا أخي الكريم. السلام لنا بارك الله. الله يسعدك. طيب أخوي سيف، أنت قبل كده كنت ما شاء الله تبارك الله في السعودية، وين كنت في السعودية ما شاء الله تبارك الله؟ أنا الله يسعدك كنت في مكة، وقبلها كنت في الرياض في الخرج. ما شاء الله تبارك الله، حياك الله، والله تشرفنا فيك. بارك الله. طيب الله يسعدك، أعطينا بعض النبذة عن منطقة قلقت اللي في شمال باكستان. إيش الأماكن السياحة اللي أفضل أماكن يعني؟ جزاك الله خير. بارك الله فيك. طبعا منطقة قلقت اللي هي شبه إقليم لباكستان، اسمها قلقت بلتستان، هي مكونة من كم منطقة هناك. نعم. طبعا هي تقع على موقع استراتيجي معين ومهم جدا، خاصة أنها أن حدود باكستان يعني متقاربة لحدود الصين. نعم. أول شيء هي النقطة هذه، ثم المنطقة هذه منطقة تاريخية. ما شاء الله. فيها كم منطقة لها أهمية تاريخية، زي مناطق هنزة ومناطق ديامر ومنطقة قلقت. يعني الناس فيها متواجدين من تقريبا 5000 سنة، يعني التاريخ المعلوم لهذه المناطق هو 5000 سنة تقريبا قبل الميلاد. ما شاء الله تبارك الله. فيها أصنام على الجبال وفيها نقوش على الأحجار تبين أنها لحضارات قديمة كانت موجودة هناك، والإسلام بالنسبة للإسلام دخل إلى المناطق هذه في القرن 14 الميلادي. نعم. يعني دخل الإسلام، والمناطق هذه ما شاء الله يعني متعددة الحضارات. فيها تقريبا المنطقة هذه 2 مليون شخص ساكن في المنطقة هذه، في منطقة قلقت. أيوة منطقة ما شاء الله تبارك الله. ثاني أطول جبل في العالم هو في قلقت، ما شاء الله. كيتو يعني قرقرم 2. ما شاء الله تبارك الله. إيش اسم الجبل؟ اسمه كيتو قرقرم. ما شاء الله تبارك. ما شاء الله تبارك الله. وثالث أطول جبل، رابع أطول جبل، خامس أطول جبل، كلها موجودة عندنا في قلقت. ما شاء الله تبارك الله. طريق الحرير، طريق الحرير هو ممتد من الصين ويوصل إلى كراتشي، ميناء جوادر. ما شاء الله. البرنامج الخط الصيني هذا. ما شاء الله. يسمى سيبيك. كم يبعد على حدود الصين من قلقت؟ من قلقت تقريبا أن توصل في خلال 4-5 ساعات توصل إلى حدود الصين. عند البوابة حقت الصين. ما أعرف. اسمه خنجراب. ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقنا وياك إن شاء الله. آمين. جزاك الله. طيب نبدأ الأخيرة، أعطينا عن الأجواء في قلقت. طبعا الأجواء فيها هطول أمطار زي مري طبعا، وأحسن منها كمان. ما شاء الله تبارك الله. والمنطقة يعني سالكة 24 ساعة طوال السنة، الطريق مفتوح. ما شاء الله تبارك الله. لين يوصلك حدود الصين. طيب أيام الشتاء كم توصل درجة حرارة تقريبا؟ والله متفاوتة، لكن المتوسط هو تحت الصفر تقريبا 12. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله، توصل درجة حرارة تحت الصفر. نعم. توصل 12 سالب 12 يعني تقريبا. وأيام الصيف؟ أيام الصيف يوصل 43-45. أها. بيكون في نار. لا إله إلا الله. الله يكون الله مجدنا من النار. فجزاك الله خير أخونا سيف، ما قصرت، بيض الله وجهك. طيب الإخوان اللي حاب يتواصل مع أخونا سيف، اللي حاب يجي في منطقة قلقت، فياريت لو تذكرنا رقم الجوال عشان الإخوان يتواصلون معك. أي واحد إذا حاب يتواصل مع الأخ سيف فيتفضل. أخويا سيف الله يكرمك يا شيخ أبو علاء، أي واحد يبغى يجي أول شيء طبعا يتواصل على الواتساب
نعم، وعشان نحجز له هناك. نعم، في فنادق هناك برضه كذلك تحجز له فنادق. خمس نجوم عندنا منطقة، عندنا فندق اسمه سرينا، سرينا فندق هذا معروف سرينا. نعم ما شاء الله. كم الليلة حقت تقريبا؟ والله تبدأ من 10,000. نعم، وفي أقل منها كمان. حلو. والسيارات كمان متوفرة. نعم. وإن شاء الله يعني اللي يجي عندنا إن شاء الله نخدمه. وفي شباب جاءوا لنا. جزاك الله خير. نعم. شافوا الخدمات وشافوا المنطقة وانبسطوا طبعاً. ما شاء الله تبارك الله. إحنا لفينا كل باكستان لكن منطقة قلقت لها طعم ثاني. ما شاء الله. يعني المنطقة هذه الواحد ما يشبع منها. ما شاء الله تبارك الله. يعني يحب يتمشى، يشوف الثلج، يشوف الأنهار، يشوف الجبال الشاهقة، يشوف الغابات. نعم. الديان والسهول والخدمات الحمد لله موجودة والأمن مستتب. ما شاء الله. والشرطة والدوائر الحكومية تساعد الناس اللي تجي هناك. ما شاء الله تبارك الله. المستشفيات موجودة. فأي واحد يجي إن شاء الله نخدمه من عيوننا. جزاك الله خيرا. رقمي هو 031-00-98-93-00. هذا رقم أخونا سيف، واللي حاب يتواصل وعليه واتساب، اللي حاب يتواصل معه طبعا أول شيء تضغط، اللي الأخوان من السعودية وخارج السعودية يضغط المفتاح اللي هو 092، بعدها رقم الجوال 3، يبدأ من 3. تمام. جزاك الله خير أخوي سيف، وبارك الله فيك، وحنا أسعد. جزاك الله خير وشكرا على المعلومات الجيدة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.